اهلا بيكم. النهارده هنعرف سعر الفراخ في الاسواق، البيضه والبيض كمان هنعرف سعره، والبط والبانيه اليوم الاثنين 20 فبراير 2023. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل فيديوهاتنا الجديده. بالنسبه لاسعار الدواجن اليوم الاثنين 20 فبراير في المزرعه بيضاف ليها 10 أو لحد 20 جنيه في اسواق التجزئه. سعر كيلو الفراخ البيضة وصل داخل بورصة الدواجن ما بين 80 لـ85 جنيه للكيلو، وسعر الأمهات الدواجن البيضة ما بين 65 لـ70 جنيه للكيلو. بالنسبة للفراخ البلدي وصلت 95 جنيه، والبط البلدي 110 جنيه، والبط المستورد 80 جنيه. سعر الكتكوت وصل ما بين 22 وـ23 جنيه، والكتكوت الساسو 16 لـ18 جنيه. وبالنسبة لسعر البانيه من 180 لـ200 جنيه. هنيجي لسعر البيض في الأسواق، سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت لـ111 جنيه، وبتوصل للمستهلك في 125 جنيه. سعر البيض الأحمر 113 جنيه، وبتوصل للمستهلك بـ130 جنيه. البيض البلدي 126 جنيه للكرتونة، وبيوصل للمستهلك بـ150 جنيه. طبعا في بعض الاماكن وصل سعر كيلو الهياكل فيها لـ60 جنيه، ده طبعا اسعار عالية جدا جدا. وفي بعض الحملات اللي طلعت بمقاطعة الفراخ ومقاطعة كتير من السلع، فنتمنى بقى الفترة الجاية ان الاسعار تقل شوية. ولو في اي جديد هتعرفوه هنا في القناة، فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة، ومع السلامة.